سريعا هتوضح لك قد ايه هو المهاجم او الصوره. اسف اني هقطعك يا عمر، احنا عارفين انه متفقين ان هنروح دايما للصوره ونرجع تاني هنكمل التحليل وصول حافله الزمالك زي ما حضراتكم شايفين الى استاد القاهره. الفارق كله دقائق زي ما شايفين. امير مرتضى المشرف العام على كره القدم، بعده فريرا المدير الفني لنادي الزمالك، اتجاهنا الكابتن اسماعيل يوسف اللي تواجد مؤخرا، روي اجواش وباقي نجوم الفريق، ياسر حسين، ياسر محمدي اللي تم اضافته للفريق بعد ما راح الكابتن عبد المقصود في الفتره اللي فاتت، ومشي الكابتن اسامه نبيه، جه موجود زي ما حضراتكم شايفين كابتن اسماعيل يوسف، كابتن ايمن طاهر مدرب حراس المرمى، واتباعا نجوم الفريق زي ما حضراتكم شايفين كده في اللمحه الاخيره كان تشيكا بالا. والكل ينتظر من شيكابالا ماذا سيقدم في ليلة اليوم، وماذا وبماذا سيبدع وسيمتع الكل. حلاوة ماتش القمة في غير المتوقع دايما. عبد الشافي اللي قدم مباراة كبيرة الماتش، المباراة اللي فاتت الحقيقة يعني، وعبر عن نفسه. دكتور أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك، واتباعا حسام عبد المجيد، عمر جابر، عواد شلبي، مصطفى شلبي، احبكم وانتوا بتساعدوني كده. لما لقيتك برقت أيوة، يبقى انت مش شايف. مش شايف طبعا. ادي سيف جعفر وسامسون اكينيولا، اعتقد عمرو السيسي، عبد الغني وامام، وباقي نجوم الفريق. طيب خلص معاك الجزئيه دي، اتفضل. هو ليه طيب ليه المهاجم او ليه كم التحركات دي ليها علاقه بم...